يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ننتظر حدود الدقيقة بس حتى يتجمع العدد ونبلش إن شاء الله نسولف عن السي او بي دي. اوكي، اعتقد يعني اوكي العدد اكتمل. راح نحكي احنا الاوتلاين اللي راح نسولف بيه عن السي او بي دي ان شاء الله، و الموضوع راح ناخذه بشكل خفيف. اوكي، يعني بس مجرد راح نسولف سوالف، لان انا اللي يهمني البراكتيكال اكشنز، الشغلات اللي راح اسويها بالامرجنسي. اوكي، فما راح ندخل بتفاصيل كل هوايه، خصوصا هو كلوت اوف ديتيلز تخص الباثوفيزيولوجي مال الديزيز، تخص الديفرنشال دايجنوسز. اذا دخلنا بيها شوي ناخذ هو وقت كل شوي، فحتى نختصر ونحكي بالشغلات المهمه اللي تفيدني انا بالامرجنسي. مبدئيا بالبدايه راح نحكي ديفينيشن، يعني نعرف بس السي او بي دي حتى يكون واضح احنا عن شنو بدنا نحكي. زين، هذا اولا. ثم ثانيا بعد الديفينيشن راح نحكي بشكل مختصر جدا عن الباثوفيزيولوجي، يعني شنو اللي دا يصير عندي، جست مجرد حتى افتهم السالفه شنو. ثم ثلاثة راح اجي كلينيكال برزنتيشنز، شو راح يجيني البيشنت الامرجنسي ديبارتمنت. اوكي، منو اللي راح يجيني الامرجنسي ديبارتمنت من عندهم. ثم اربعة نحكي الدايجنوسز والديفرنشال دايجنوسز، شلون اميز بين يعني ديفرنشال دايجنوس، شلون اعرف انه هذا البيشنت سي او بي دي. ومن ثم نحكي المانجمنت لاينز اوف سي او بي دي، وكل واحد شوي نعلق عليه اللي هذا يهمني يعني بالامرجنسي بالدرجه الاساس. اوكي، بالبدايه راح نعلق على التعريف مال السي او بي دي. شنو هو موضوع السي او بي دي؟ اوكي، السي او بي دي خلينا نتفق هو اير واي ليميتيشنز. اوكي، خلينا نشيل هاي الورقه عشان جت سي او بي دي. اكو عندي اير واي كرونيك اير واي ليميتيشن، اير واي limitation. سبب هذا الايرواي limitation اكو obstruction. اوكي، اكو chronic obstruction بالايرواي. سبب هذا الكرونيك obstruction اكو chronic inflammation ادى الى changes معينه. chronic inflammation ادى الى changes معينه ادت الى هذا الobstruction. اوكي، اذا عندي البث ان شاء الله راح ينحفظ باذن الله، هاي راح اكتبها حتى تكون واضحه. سيتم حفظ البث. اوكي، نسوي لها بن بن كومنتس. اوكي تمام، فعندنا ايرواي ليميتيشن. سبب هاي الايرواي يعني اير فلو، سوري اير فلو، اير فلو ليميتيشن. سبب هاي الاير فلو ليميتيشن هو ايرواي اوبستراكشن. Airway obstruction سبب chronic inflammation. Chronic inflammation بالairway. تمام؟ إذا هذا الموضوع. Chronic inflammation هسه أنا عندي بالـ COPD وعندي chronic inflammation بالأسمة. تمام؟ الـ chronic inflammation مال الـ COPD يفرق عن الـ chronic inflammation مال الأسمة. الميديترز تفرق. هناك mainly eosinophil، هنا أنا mainly neutrophil، macrophages. الميدياترز اللي موجوده هنا غير الميدياترز اللي موجوده هناك. البريدكتور الريسك فاكتورز اللي تؤدي الى السي او بي دي غير الريسك فاكتورز، والباثولوجي يفرق سي او بي دي عن الاسمه. هذا يؤدي الى بروجريسيف اوبستراكشن تو ذا اير واي، عاده يعني ريفرسبل وذ مانجمنت، يعني ما الاوبستراكشن يكون بروجريسيف وما يصير ريفرسبلتي مالته لو. اما بالنسبه للاسمه لا، الايرواي اوبستراكشن ريفرسبل وذ برونكو دايليتر. فاذا هذا كرونيك انفلاميشن شغله يعني شكل، وهذاك كرونيك انفلاميشن بشكل اخر.
بعد ما حكينا على الديفينيشن نجي ايش يصير بالضبط. اوكي ايش يصير بالضبط بالاير واي، ليش يصير عندي هذا الموضوع؟ مبدئيا الموضوع مال السي او بي دي له علاقه ب الدستركشن اللي يصير بالاير واي والانفلاميشن اللي يصير بالاير واي. عندنا يعني تو ميجر سيندرومز بالسي او بي دي، هي الكرونيك اوبستركتيف برونكايتس، وعندنا الانفزيما. تمام، ذني اثنيناتهن عاده نشوفهم ميكست، يعني ما نشوف واحد وحده هذا او نشوف هذا وحده، عاده نشوفهم ميكست والفيتشرز مالتهم ميكست. شنو اللي يصير عندي الباثوفيزيولوجي مال الموضوع؟ اكو عندي كرونيك انفلاميشن عاده من التراكيا لحد الحد التيرمينال برونكيولز. سبب هذا الموضوع اكو عندي فد امبالانس بتوين البروتييز والانتي بروتييز، واكو عندي اوكسيدنت لود، عندي اوكسيدنتس موجوده قاعد تسوي لي ديستراكشن. هذا الموضوع البروتييز زين فيرسس انتي بروتييز اوكي والاوكسيدنتس، اوكسيدنت ستريس اللي يصير عندي ذني تؤدي الى ديستراكشن، ذني تؤدي الى ديستراكشن بالتشو اللي قاعد تسوي لي الباثولوجي او الباثوفيزيولوجي مال الديزيز. بالكرونيك اوبستركتيف ايرواي ديزيز، كرونيك اوبستركتيف برونكايتس، اللي يصير عندي التالي نتيجه الاكسبوجر تو بولوتنتس، سيجاريت سموك، بولوشن، وات ايفر الايجنت اللي ممكن يؤدي الى انهانسمنت مال انفلاميشن. هذا الانهانسمنت اوف انفلاميشن يؤدي الى مجموعه من التشينجز. هاي المجموعه من التشينجز قسم منعتها زياده بعدد الميوكس سكريتينج سيلز، زياده بعدد الميوكس سكريتينج سيلز اوكي بالابيثيليوم هنا، هذا يؤدي الى زياده ميوكس وميوكس بلاجينج، زياده بالميوكس والميوكس بلاجينج، بالاضافه الى التوكسيك افكت، توكسيك افكت مال هاي السيجاريت سموك او البولوتنس على السيليتد سيلز. السيليا كانت الميوكس تسوي له زين يعني يجي الميوكس ينزل، السيليتد سيلز زين تطلع الميوكس اوت، تبدي تدفع للميوكس. هنا الميوكس راح يتجمع ويؤدي للبلاجينج ويساهم بالاوبستراكشن اوف ذا اير واي نتيجه ديستراكشن بالسيليتد سيلز وزياده بالميوكس سكريتينج سيلز والجوبلت سيلز. هذا بالنسبه للكرونيك برونكايتس، يسموها ميتابليجيا، اكو تشينج يصير بالشكل مال التشو نتيجه هذا الكرونيك انفلاميشن اللي صار اللي اكسسربيتد، يعني يصير بي اكسسربيشنز ممكن في بعض الاحيان. اما بالنسبه للانفيزيما، الانفيزيما راح يصير عندي ديستراكشن، ديستراكشن وين؟ بالالفيولر ساكس، هاي الالفيولاي تمام، يصير عندي ديستراكشن فيؤدي الى انه بدل ما عندي هاي الالفيولاي الالفيولر ساك تنفتح يصير عندي وان ميجر الفيولوس. اوكي الممبرين اوف اوكسجينيشن عندي دا يقل، السيرفيس اريا هاي قاعد تقل اوكي، والديستريبيوشن مال بريشر بالالفيولاي قاعد يقل، يؤدي الى اوفر ديستنشن بقسم وكولابس بقسم نتيجه هذا ال الديستركشن اللي صار بالوولز مال الالفيولاي. انفيزيما وكرونيك برونكايتس يعني almost يجون mixed feature of both، بس ممكن يعني كرونيك برونكايتس features تكون اكثر انفيزيما او العكس بالنسبه للبيشنتس. زين هذا بالنسبه للباثوفيزيولوجي، قلنا ما نطول زايد، مجرد بس ناخذ فكره عن الموضوع ثم نجي على كلينيكال features. شنو الميجر كلينيكال فيتشرز مال البيشنت وذ كرونيك برونكايتس؟ شلون يجيني؟ عندي 3 كاردينال سيمبتومز يجي بيها البيشنت، سوري كرونيك اوبستركتيف سي او بي دي ان جنرال. زين 3 كاردينال سيمبتومز، اولا هي الكف، كرونيك كف زين، وديزنيا، وسبيوتم برودكشن، سبيوتم برودكشن اوكي. ذن الميجر سيمبتومز
اللي ممكن يجي بيها البيشنت، وممكن انا يصير عندي سسبشن. من يجيني بيشنت وذ سوتش سيمتومز والبيشنت عنده ريسك فاكتورز، شنو هي الريسك فاكتورز؟ زين مينلي نحكي على السيجارت سموك، البولوشن قلنا، ممكن ورك اكسبوجر، ممكن كونجنت يعني ممكن جينيتك، ممكن مثل الفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي. بيشنت عنده ريسك فاكتورز وعنده وحده من ذني سيمتومز او اكثر، البيشنت لازم تخلي سي او بي دي مالتك بالديفرنشال دايجنوسيس. كف ديزني سبيوتم برودكشن، البيشنت قلنا ممكن يجي sometimes with syndromes اللي هي blue bloater syndrome أو pink puffer. ذني عادة ما يجين pure، يعني ما يجيك واحد pure syndromes. أكو قسم يجون يعني mostly زين with واحد من syndromes، بس غالبا يجوك mixed between، يعني ما يجيك واضح هذا البيشنت بواحد من ذني السندرومز. شنو الفرق بين البلو بلوتر والبينك باف بافرز؟ البلو بلوتر اللي هو عادة بسبب الباثولوجي مال كرونيك اوبستراكتيف برونكايتس، اللي يصير عندي التالي نتيجة الاوبستراكشن بالايرواي، اوكي، نتيجة هذا الاوبستراكشن ميوكس برودكشن والتوكسيك افكت على السيليتد سيلز، ويقل عندي الأكسجين ذا اللي بيصير بي ديفيوجن تو ذا بلود، ويقل عندي سي او 2 ريموفال. هذا يؤدي الى هايبوكسيميا وهايبركاربيا او هايبركابنيا. اوكي، الهايبوكسيميا تؤدي الى فيزو كونستريكشن بالبلود فيزلز، الهايبوكسيميا اللي تصير عندي تؤدي الى فيزو كونستريكشن بالبلود فيزل اللي جايه للديزيز الفيولاي، وتروح باتجاه النورمال الفيولا، تشنتت باتجاه النورمال. طبعا هذا الفيزو كونستركشن بمرور الوقت يؤدي الى انكريز بالفاسكولار ريزيستنس وبيولموناري هايبرتنشن، يؤدي الى عبء على الهارت، تمام، عبء على الهارت يؤدي الى رايت فنتريكولار سترين، والتيميتلي الى رايت فنتريكولار فيلير وكول بيولموناري، رايت فنتريكولار فيلير كور pulmonary. شو راح يجيني البيشنت؟ شو راح يجيني؟ احنا قلنا البيشنت راح يكون هايبوكسيميك. هايبوكسيميك بيشنت طبعا حيكون يعني سيفير، هاي اذا صار سيفير هايبوكسيميا حيكون ساينوست. الهايبوكسيميا نفسها تؤدي الى بوليسايثيميا. بوليسايثيميا تؤدي الى انه البيشنت ممكن بالمايلد هايبوكسيميا ممكن يصير عنده ساينوست بشكل داسكي، لونه داسكي ساينوست. إذا تطورت المرحلة إلى right ventricular failure والpatient صار عنده corpulmonary، الpatient راح تشوف عنده features من right ventricular failure، increased JVP، الpatient عنده peripheral edema، okay؟ فيطلع عندي بهاي الصورة blue bloater. الchronic bronchitis سابقا إذا يعني clinically ممكن أنه يعني يتم التشخيص أن الpatient هذا chronic obstructive bronchitis، إذا الpatient كان عنده chronic cough for 3 months for يعني most of the days زين of these 3 months in 2 successive years، سنة ورا اللخ كل سنة بيهن، عنده 3 أشهر من هاي السنة أو أكثر عنده most of the days هو cough producing sputum، من هاي clinically ممكن يمي يعني diagnosis يجي مال chronic bronchitis. فالبيشنت يجيني بهذا السندروم بلو بلوتر. هذا السندروم راح يعني مانجمنت وايز انا هذول البيشنت اللي اخاف عليهم من اذا انطيهم اوكسجين ثيرابي انكنترولد ليصير عندهم سبريشن مال الريسبيرتوري درايف، اوكي، لان ذولا معتمدين على الهايبوكسيميا لعندهم كرونيك هايبركاربيا، فاذا الهايبوكسيميا راحت الدرايف تو ريسبيريشن ممكن يروح البيشنت يدخل بابنيا. ذولا اللي يخوفوني جماعه البلو بلوتر. يجي البيشنت الانفيزيميتس تشست، اذا بيشنت بيور انفيزيميتس سيندروم، البيشنت البينك بافر. شنو الموضوع هنا؟ يصير عندي ديستركشن مال اس ان اي، هنا عندي الالفيولر ساك، يصير عندي ديستركشن، قلنا نتيجه هذا الديستركشن تروح هاي الممبرين
مال يعني الاكسجين او الجاز اكسشينج ممبرين، ويصير عندي وان لارج ساك. هذا الوان لارج ساك يؤدي الى هذا، عندي انذر زين انذر الفيولر نورمال. ف التوزيع مال الـ مال الفلو مال جاز راح يجي ليست ريزيستنس، راح يجي على هاي الديستندد الفيولوس او الفيولر ساك الديستراكتد، ويصير مور لارجر اوفر ديستنشن. اوكي، وهاي شوي شوي يصير بيها كولابس، لان هاي ليست ريزيستنت، عفوا هاي ريزيستنس بيها اكثر زين، باعتبار السرفكتنت بيها نورمال والسايز مالتها نورمال، كان قبل ايفن الريزيستنس متوزع بشكل متساوي، هسه الريزيستنس صار بهاي الاوفر ديستندد اقل، فالهواء يروح باتجاه الاقل اقل ريزيستنس فيسوي اوفر ديستنشن مور. اوكي، طبعا راح يصير عندي اير ترابينج، يتجمع عندي الاير بهاي يصير بولي. اوكي، يتجمع عندي الاير بالتشست، يؤدي الى انكريز بالانتيرو بوستيرير دايمتر اوف ذا تشست بارل تشست. البيشنت يصير عنده هايبوكسيميا نتيجه الدستركشن بالممبرين مال التبادل الغازي، يؤدي الى البيشنت يصير ايماشيتد، البيشنت اوكسجين هانجر موجود عنده، البيشنت بيرست ليب من يتنفس ومن يعني يسوي اكسبايريشن، ديورينج اكسبايريشن يحاول يقلل الحجم مال حلقه، يقلل الـ 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 يعني يقلل حجم حلقه على مود يزيد البريشر الباك بريشر على الالفيولاي وعلى الوول مال البرونكيول اللي صارت ما بيها سبورت، كان اكو الالاستيك تيشو اللي صار بي ديستركشن كان سبورت للوول مال الالفيولاي فروم كولابس مال عفوا مال البرونكيول، هذا السبورت راح، فالبيشنت يبدي هو يسوي سبورت، يسوي باك بريشر ديورينج اكسبايريشن، يقلل مساحه حلقه على مود يطلع الهواء يعني يطلع الهواء سلولي، فيصير باك بريشر على مود يسند البرونكيول ويمنع الكولابس اوف ذا الفيولاي، فيصير عنده بيرست ليب بيرست ليب. اوكي، قلنا احنا الانفزيمه التعريف مالتها مو كلينيكال، تعريف مالتها اناتوميكال باثولوجيكال، فلهذا ما ممكن انت كلينيكلي يعني تعطي تعريف للانفزيمه الا البيشنت اذا اجا قلنا هاي الانفزيميتس تشست وال نسميه البينك بافر. فالذني السندرومز بما انهم ما يجون بيور، يجي البيشنت ممكن ميكست فيتشرز بتوين بوث، ف يعني ما صارت التعريف مال الديزيز انه كل واحد واحد، وانما السي او بي دي ان جنرال يشمل ذني التو سيندروم. هذا اللي يفيدني، هذا اللي يهمني اني كلينيكلي، لان هذول البيشنت ممكن الاكسجين ثيرابي يديهم. زين، هذا بالنسبه للكلينيكال برزنتيشن. نجي على الدايجنوسيس والديفرنشال دايجنوسيس، شو احتاج اني من يجيني البيشنت للامرجنسي ديبارتمنت، شنو الاشياء اللي راح اسويها، زين شنو الامور اللي راح اسويها حتى اكتشف انه هذا البيشنت ان سي او بي دي زين او اذر دايجنوسيس. مبدئيا اني البيولمونري فانكشن تيست صحيه الدايجنوسيس، يعني اني الدايجنوسيس مال السي او بي دي من خلال البيولمونري فانكشن تيست، شفت عند البيشنت اوبستراكشن، اوبستراكشن مين اكتشفته الاوبستراكتيف بيولموناري ديزيز، من خلال المعادله هي الفورس اكسبيراتوري فوليوم ان 1 سكند على الفورس فايتال كاباسيتي كانت اقل من 70%، هذا معناها اوبستراكشن. تمام، زين، بس هذا الموضوع ما راح نسوي بالامرجنسي، هذا اون اوت بيشنت بيسز، البيشنت اصلا اوريدي المفروض اذا كان دايجنوز فهو دايجنوز بالاوت بيشنت على هاي البيولموناري فانكشن تيست. بيولموناري فانكشن تيست انا ما راح اسويها بالامرجنسي ديبارتمنت، اولا اتس ديفيكلت تو بي بيرفورمد لان البيشنت عاده راح يجيني تايرد، زين ثانيا ما راح تعطيني اكيوريت ديورينج اكسسربيشنز، ما راح ينطيني اكيوريت ريزلتس. ثالثا البيشنت عاده عنده ريفرسبل اير واي اوبستراكشن، فمن راح يجيني راح يجيني ال البيزلاين، زين البيزلاين مات قد يكون
البيولموري فانكشن تيست البيز لاين مالته ديكريز، مو مثل الاسمه. الاسمه يجيني ديكريزد البيولموري فانكشن تيست، افتر تريتمنت راح يرجع للبيز لاين مالته، راح يرجع النورمال. هذا البيز لاين مالته ديكريزد ممكن يكون حسب الوقت اللي انا سويت بيه الدايجنوسيس. اوكي، البيشنت ابو سي او بي دي عنده البيولموناري فانكشن تيست طول حياته تنزل بهالشكل. هذا اللاين هو السيمتوم لاين، تبدي عنده السيمتوم في مرحله معينه، فتبدي انت تشوفه ممكن هنا ممكن هنا. البيولموناري فانكشن تيست ممكن تلقفه كلش لو، زين كلش لو البيولموناري فانكشن تيست، مثلا 20% من ال فورست اكسبيراتوري فوليوم من البيز لاين، تمام، من العفو من الستاندرد 20% كلش لو، بس هو هذا البيز لاين مات، هو هذا البيز لاين مات. فاني البيولموناري فانكشن تيست بالامرجنسي فما راح تعطيك فكره عن الـ عن السيفيريتي مال اكسسربيشن، لان اني البيشنت راح يجيني للامرجنسي وذ اكسسربيشن، ما راح يجيني اني البيشنت ويا الستدي ستيت مات. ستدي ستيت مات هو قاعد بالبيت وقاعد ياخذ يراجع اوت بيشنت وياخذ مانجمنت، وشويه شويه يصير عنده ديكلاين بروجريسيف اوفر ييرز، بس راح يجيني sudden steep sudden decrease sudden exacerbation of symptoms، زين، وبعدين يرجع للبيز لاين مات. هاي sudden exacerbation ما راح اسوي له اني pulmonary function test، ما راح تفيدني بالامرجنسي ديبارتمنت. اوكي زين، هذا واحد. اثنين الاي بي جي، راح يفيدني الاي بي جي؟ الاي بي جي ما راح، يعني الاي بي جي ممكن نسويها بس هي حقيقه ما راح يعني تخليك تستغني عن الكلينيكال برزنتيشن او الكلينيكال فيتشرز مال البيشنت او الامبروفمنت او الديتيريوريشن. يعني الكلينيكال جادجمنت مالتك هو الاساس وليس الاي بي جي. اي بي جي اذا سويناها فور كريتيكلي ايل بيشنت زين ممكن تساعد بالقرار وليست هي الاساس. الاساس هو الكلينيكال فيتشرز او الكلينيكال برزنتيشن مال البيشنت او الكلينيكال امبروفمنت او ديتيريوريشن، يعني كلينيكال جادجمنت. واضح؟ زين، بعد شنو من الامور نسويها؟ بلاد تيست. بلاد تيست على حسب الكيس مالتك، بلاد تيست على حسب الكيس مالتك، على حسب البرزنتيشن. تي تسوي بلاد تو اكسكلود دايجنوسيس معين، زين، لان عندك ديفرنشال دايجنوسيس، فممكن تسوي اكسكلوجن باي بلاد تيست. واحد من البلاد تيست اللي ممكن تنطيني sometimes yield هو البي ان بي، بي تايب ناتريوريتك بيبتايد. كومونلي سي او بي دي بيشنت راح يجيك كف، راح يجيك دزنيه. كومونلي مس، يعني مس دايجنوسيس يصير بين تو كونديشنز، هي سي او بي دي والاكيوت كارديوجينيك بيولموناري ايديما. خلي بالك ذني اثنيناتهم ممكن يجن بنفس السيمتومز، البيشنت نفس الكلينيكال برزنتيشن، صعب التفريق. اثنيناتهم اولد ايج، اثنيناتهم عندهم فيتشرز زين متشابهه، فشويه يكون صعب الديفرنشيشن. في بعض الاحيان لما يكون الديفرنشيشن صعب قد نحتاج البي ان بي، بي تايب ناتريوريتك بيبتايد، زين، اللي الليفل اللي راح يساعدني بي تايب ناتريوريتك بيبتايد هو لما يكون اكثر البي ان بي، البلط بي ان بي اكثر من 500 بيكوغرام بير مل. انتبه على الوحدات، وحدات مالته شويه تختلف. بيكوغرام بير مل هذا يعني ممكن يكون دايجنوستيك انه هذا البيشنت عنده هارت فيلير، تاكد من موضوع هارت فيلير. او اذا البي ان بي اقل من 100 يعني دي كومبنسيتد هارت فيلير، خمس الى اكثر من 500، لان هو يطلع لما اكو ديستنشن اوفر، يعني ديستنشن بالفنتريكلز. اذا اقل من 100 بيكوغرام بير مل، زين، هذا هو الاكسكلود انه البيشنت عنده كونجستيف هارت فيلير. فممكن سم تايمز لما انت محتار بالدايجنوسيس ممكن تلجأ لل بي ان بي. بي ان بي يعني ما اعتقد موجود عندنا بالطوارئ، ما اعرف اذا اكو مستشفيات موجود عندهم او لا، زين، البي ان بي يعني، فيعني مجرد خليه ببالك انه ممكن تستفيد منه. اوكي، بعد شنو ممكن من الانفستيجيشنز الايزي والسهله اللي موجوده بالمر؟ تشست اكس راي. تشست اكس راي روتين اللي يسوي اي بيشنت يجيك سسبشن او ريسك فاكتور وعنده فيتش يعني سيمتومز مال سي او بي دي، سوي تشست اكس راي. تشست اكس راي ايش راح استفاد منه؟ تشست اكس راي مو حتى اشوف الفيتشرز مال سي او بي دي او تو دايجنوز سي او بي دي، لان هوايه بيشنتس ممكن يجيك ماكو الفيتشرز مال انفيزيميت تشست، زين، ممكن يجيك البيشنت الفاسكولار ماركينجز مالته ديكريزد،
واوفر يعني السبيسنج مال الريبس كبير والالونجيتد ميديستاينم وفلات دايفراغم يعني فيتشرز مال امفيزيماتوس تشست. وممكن البيشنت بالعكس يجيك فيتشرز وذ بروميننت بلود فيزلز ولارج هارت وفيتشرز مال كونجستيف هارت فيلر ببساطه لانه كونجستيف هارت او كوربيو المنالي ممكن يجي كونكومتنت ويا السي او بي دي. بيشنت ممكن يجي عنده اصلا هارت فيلير دي كومبنسيشن مال هارت فيلير ويا السي او بي دي بوث اوف ذم. فما راح اسويها فور دايجنوسيس مال السي او بي دي، بس راح اسويها تو ديسكفر اذا اكو البريسيبيتنت فاكتورز اللي شنو اللي سوت لنا سي او بي دي او الدفرنشال دايجنوسيس اذر دايجنوسيس اذر ذان سي او بي دي. شنو الشغلات اللي ممكن اشوفها؟ اولا اذا اكو نيموثوركس كلش مهم انه تخلي ببالك البيشنت ممكن ابو السي او بي دي نفسه ممكن يصير عنده نيموثوركس وممكن ما يستجيب للمانجمنت زين، فخلي ببالك ان منسوي التشست اكس راي ممكن يكشف لك هذا نيموثوركس. تشست اكس راي صعبه وما تقدر تسويها تو ديسكفر انه بيشنت نيموثوركس، سوي الالترا ساوند زين. البيت سايد الترا ساوند ممكن يعني تفيدك. بيت سايد الترا ساوند ممكن تنطيك فولس بوزيتيف، شاك انت كلش انه هذا البيشنت نيموثوركس، والتشست اكس راي والبيت سايد الترا ساوند ما اعطتك نتيجه سي تي. اوكي سي تي اوف ذا تشست راح يبين لك اذا البيشنت نيموثوركس اور نوت طبعا، وتريت اكوردنجلي. او سام تايمز البيشنت يبين عنده فت كونسوليديشن زين، شنو سبب هذا الكونسوليديشن اللي موجود؟ ممكن يكون البيشنت نمونيا زين، خلي ببالك ممكن يكون البيشنت نمونيا، ممكن ميوكوس بلاج واتلكتسز، ميوكوس بلاج واتلكتسز، وممكن تيومر كانسر. خلي ببالك ذني الشغلات، شوف الكونسوليديشن البيشنت نمونيا فيتشرز اكو مال النمونيا، ممكن البيشنت فيتشرز يعني دور كلينيكلي على الفيتشرز مال النمونيا. شوف ان يعني الكلينيكال يعني ما راح تغنيك الانفستيجيشن او الدايجنوستيك تيست عن الكلينيكال جادجمنت مالتك، فخلي ببالك هذا الموضوع. فالبيشنت عنده فيتشرز اوف نمونيا تريتمنت اكوردنجلي، ممكن هي النمونيا انطتك فيتشر تشبه سي او بي دي، او ممكن هو النمونيا بريديسبوزنج فاكتور هو اللي او الاكسسربيشن فاكتور اللي خلى البيشنت يجيك وذ اكسسربيشن اوف سي او بي دي. ميوكوس بلاج ممكن يكون دراي ميوكوس ويسوي لك اوبستراكشن تو ذا برونكاي، هذا الاوبستراكشن يؤدي الى اتلكتسيس. طبعا هذا البيشنت ممكن يسوي لك اكسسربيشن ويجيك البيشنت زين ديتيريوريشن من البيز لاين مالته بسبب الميوكوس بلاج. هذا البيشنت ممكن يحتاج تيوب وممكن يحتاج اكستنسيف بيولمونري تويلت على مود تنظف هذا الميوكوس بلاج، على مود ينفتح، على مود تخلص من الاتلكتسيس او تيومر. طبعا التيومر ما راح يصير الدايجنوسيس مباشره بالامرجنسي ديبارتمنت، ممكن البيشنت تدزه على سي تي، البيشنت خلي ببالك فولو اب لانه الريسك اوف كانسر زين يكون اكثر من من غيرهم جماعه السي او بي دي. اوكي حتى اللي هو نفسه السيجارت سموك اذا كان نون سي او بي دي، البيشنت اللي هو سي او بي دي وسيجارت سموكينج الريسك يكون ممكن دبل او اكثر اوف كانسر. فلهذا البيشنت لازم خلي ببالك انه تسوي له فولو اب. واضح زين. اذا تشست اكس راي كانت ممكن تفيدني وموجوده بالامرجنسي وايزي تو بيرفورم، على مود اشوف الاكسسر يعني الفاكتورز اللي سوت لي ممكن اكسسربيشن او ممكن الالترناتيف دايجنوسيس زين. شنو بعد شنو استفيد منه ممكن بالامرجنسي؟ الاي سي جي. الاي سي جي تنطيك فيتشرز مال رايت سايدد سترين، ممكن بي بيولمونالي زين اشوفها، ممكن البيشنت اشوف عنده poor progression of R wave ممكن اشوف low voltage زين ECG R wave features مال right ventricular سترين ممكن تبين عندي بالاي سي جي. هل هي يعني دايجنوستيك مال سي او بي دي؟ لا ابدا، يعني لا هي سنسيتيف، مو يعني ممكن هو بيشنت سي او بي دي وما شو، ولا هي سبيسيفيك للسي او بي دي حتى اقدر انطي منها دايجنوسيس زين. الاي سي جي يعني ينطيك ممكن فيتشرز مال اسكيميا، هاي مهمه اذا كانت موجوده ان البيشنت عنده اسكيميا
ممكن هي اللي سوت عندنا اكسس يعني اكسسربيشن، والبيشنت جاني بالاكسسربيشن، البري ديسبوزنج فاكتور كان اسكيميا، فالاي سي جي يكون عندي مهم. تروبونين ممكن يتسوى، بس تروبونين عاده ما يصير عندي بوزيتيف والاي سي جي نادرا، يعني يصير ممكن بس قل يعني قليل، والاي سي جي ما بي فيتشرز اوف اسكيميا. فمن تسوي الاي سي جي تشوف فيتشرز مال اسكيميا، تروبونين يكون كونفيرماتيف. بس التروبونين هم يتسوى، ليش يتسوى؟ لان تروبونين بي بريدكتيف، يعني انت تسوي بروجنوستيك فاليو. البيشنت اللي عنده تروبونين بوزيتيف، هذا البيشنت ال ادمشن مالته، هذا البيشنت ادميتد لانه المورتاليتي ممكن اكو، يعني هذا البيشنت البروجنوسيس مالته ورس دان البيشنت اللي ممكن تروبونين مالته يصير نيجاتيف، فبيها بريدكتيف فاليو يعني وبروجنوستيك امبورتنس تروبونين تتسوى. بس كتروبونين يطلع بوزيتيف والبيشنت عنده اسكيميا without اي سي جي تشينجز عاده قليله، زين هذا الموضوع، لان غالبا تلقى اي سي جي تشينجز ويا التروبونين بوزيتيف بيشنت. اوكي شنو بعد غير الاي سي جي؟ عندي تشست اكس راي، عندي اي سي جي، زين شنو ممكن اسوي او شنو ممكن اخلي بعد ديفرنشال دايجنوستس بالامرجنسي ديبارتمنت؟ احنا قلنا البلود تيست راح اسويها اكوردنج للبرزنتيشن مال البيشنت اذا احتاج شيء. خلي ببالك وحده من الديفرنشال دايجنوستس لما البيشنت ما يستجيب للمانجمنت، خلي ببالك البي اي، وقلنا يعني كل ذني ممكن يجن ويا سي او بي دي، يعني البيشنت اوريدي سي او بي دي، او ممكن يعني هي تكون الترناتيف دايجنوستس، يعني البيشنت مو سي او بي دي. البيولمونري امبوليزم طبعا راح تحتاج انت البيشنت، ممكن سي تي انجيوغرافي، ممكن تحتاج يعني ممكن تسوي البيد سايد ايكوكارديوغرافي، ممكن ينطيك فكره عن البيشنت بيلمونري امبوليزم، بس لازم تخليها ببالك لان البيشنت اصلا ابو السي او بي دي نفسه هو يكون عرضه للبيولمونري امبوليزم بسبب اللايف يعني ستايل مالته، بسبب انه هو طبعا راح يصير عنده sedentary lifestyle، يكون يعني ما يسوي exercise لأنه يتعب بسرعة، فيصير عنده stasis ويصير عنده pulmonary embolism ممكن أكثر من غيره. تمام؟ زين بعد من الكلينيكال فيتشرز، كلينيكال فيتشرز اللي ممكن احنا حكيناها، يعني هسه احنا بدنا نحكي على دايجنوستيك تيست وديفرنشال دايجنوستس، بس نرجع للكلينيكال فيتشرز شويه للاكسترا بيولمونري. احنا حكينا على البيولمونري او ريسبيرتوري، وحكينا على الكاردييك، يعني البيشنت اكو بيولمونري مانيفستيشنز واكو كاردييك اللي هي كور بيولمونري ممكن يجي بيها البيشنت. اكو اكسترا بيولمونري، البيشنت يصير عنده ويت لوس، زين بيشنت يصير عنده ويت لوس، يصير عنده مسل، زين مسل اتروفي، البيشنت يصير عنده ميتابوليك ابنورماليتيز، والبيشنت ممكن يصير عنده ديبريشن. ديبريشن خلي ببالك ذني اكسترا بيولمونري اكسترا كاردييك مانيفستيشنز مال السي او بي دي نفسه، زين ذني بسبب الباثولوجي نفسه مال السي او بي دي. فالسي او بي دي لا تتخيل بس مجرد اللنج والهارت، لا يعني يأثر على بقية السيستمز ذني. اوكي زين هسه البيشنت عندك سي او بي دي بالامرجنسي، وات كان يو دو، شنو اللاينز اوف مانجمنت اللي راح تسوي؟ خلي ببالك عندك اول شيء الاكسجين نحكي عنه زائد فنتيليشن، زين هذا واحد. ثم اثنين راح نحكي على دراج ثيرابي، هنا دراج ثيرابي، الدراج ثيرابي ايش راح يشمل لك؟ زين الشورت اكتنج برونكو دايليترز، برونكو دايليترز، زين ثلاثه بالاضافه الى الشورت اكتنج برونكودايليتر ستيرويدز بورتنت، ثم أربعة أنتي بايوتكس. خل ذني الثلاثة، ذني الثلاثة three lines of drug therapy. كدرج ثيرابي ذني الثلاثة أساسية بالمانجمنت of patient COPD. طبعا حيجيك patient COPD راح يجيك exacerbation، معروف انه بالبيشنت ابو السي او بي دي يصير عندك شنو الاكسسربيشن؟ اكسسربيشن انه البيشنت عنده البروجريشن مال ديزيز، انه هو داون هيل، دا ينزل البيولمونري فانكشن تيست. اول اوف ا سادن البيشنت يصير عنده فد
زياده بالاعراض اكثر من الـ من الـ من السلو بروجريشن الموجود عندنا. يعني مثلا هو البيشنت قاعد يقح، عنده سبيوتم، عنده دزنيه، تمام، عنده الى درجه معينه زين مو متعود عليها، على غفله البيشنت هاي الكف تزيد الحده مالته، السبيوتم يصير بيريولنت لارج اماونت، او الدزنيه تزيد زين تزيد على غفله، هذا البيشنت اكسسربيشن يجيك. فانت الرول مالتك بالامرجنسي راح ممكن يرجع للبيز لاين مالته اللي هي اوريدي موجوده هاي السيمتومز، بس مو بهذا الاكسسربيشن اللي صار عنده. اوكي، يجيك البيشنت للامرجنسي ديبارتمنت. راح اول شيء خلي ببالك، انا طبعا اسف مدى الحق اقرا التعليقات والاسئله يعني، بس لان مركز شويه بالشرح. الاكسجين والفنتيليشن، الاكسجين هسه عندي اول شيء الاكسجين ثيرابي شو راح ابلش ويا البيشنت. خلي ببالك انت البيشنت ابو سي او بي تي، خصوصا اذا نحكي على البيشنت اللي هو البلو بلوتر، البيشنت يجيك ساينوزد بالدست يعني دسكي كلر، البيشنت اللي عنده فيتشرز مال كوربيول مونالي اللي حكينا عنه هذا السندروم، هذا البيشنت يعني كرونيك هايبوكسيميك والسي او 2 مالته هاي يعني وكرونيكلي هايبر كابنيك. هاي الهايبر كابنيا اللي موجوده عنده متعود عليها البادي زين، ما راح تبقى هي ك درايفر فور ريسبيريشن، راح يبقى عندي بس الهايبوكسيميا، تعطي اكسجين يتحسن الاكسجين مالته بعد الدرايف اوف ريسبيريشن مالته يروح، فلازم يكون كنترولد اكسجين ثيرابي ان جنرال نتعامل وياهم هالشكل. فشنو الكنترولد اكسجين ثيرابي؟ الهدف انه تو تايتريت ذا اكسجين ثيرابي تو كيب ذا اس بي او 2 عاده بين 88 اند 92%، يعني انت الاكسجين ثيرابي مالتك تنطيه حتى توصل الاس بي او 2 88 to 92% أو الـ PaO2 إذا عندك ABG وتسويها أكثر من 60 مليمتر مركري، تمام؟ ذني التارجت اللي تخليها ببالك زين. شنو الطريقة مال الأكسجين اللي يكون controlled؟ ممكن نيزل كانيولا، ممكن تستخدم نيزل كانيولا. نيزل كانيولا ما راح توصل لك أكثر من يعني maximum 38% of IO2 of IO2 38% على حسب الفلو. الفلو 1 2 3 4 لتر بير مينيت، ممكن 25% توصل 29% 34% 38% هاي ريسبكتيفلي زين توصل بها ال اف اي او 2 للبيشنت على النيزل كانيولا، وتشوف تراقب الاس بي او 2. اوكي تمام. إذا ما فاد أو تريد هاي فلو ممكن تستخدم الفنتوري ماسك. فنتوري ماسك شنو هذا الفنتوري؟ الفنتوري هذا عبارة عن ماسك خاص بمتشكل بي تيوب، هذا التيوب بثقوب، هاي الثقوب بفلو معين تسمح بمرور الهواء من برا، نتيجة الفلو اللي يصير داخل التيوب زين من هاي الثقوب يمر الاكسجين ويفوت يصير ميكسينج هواء من برا، تمام؟ فيصير ميكس بين الاكسجين اللي جايك من البطل وبين الهواء اللي جاي من برا، فينطيك اف اي او 2 معين كنترولد. فكل فنتوري ماسك ينطيك اف اي او 2 خاص، فتقدر تسيطر على الاف اي او 2 ده تطيل البيشنت حتى تحصل التارجت ساتوريشن او البي اي او 2 اللي انت تريده، تمام؟ زين، هذا بالنسبة للأكسجين ثيرابي. بالنسبة للفنتيليشن، البيشنت ممكن يجيك بالسيفير moderate to severe exacerbation، ممكن يحتاج إلى non-invasive ventilatory support أو non-invasive positive pressure non-invasive II capital non-invasive positive pressure ventilation، ممكن positive pressure ventilation non-invasive positive pressure ventilation زين، يعني السي باب او الباي باب. ممكن هنا تنطي سمبلي نيزل ماسك، نيزل ماسك سي باب 5 to 10 سنتيمتر ووتر، او باي باب للبيشنت زين، وتبدي الاي باب انسبيريتوري pressure between 22.5 to
5 سنتيمتر ووتر، عفوا الاي باب هذا، والاي باب انسبيرتوري بوزيتيف اير واي بريشر بتوين 7.5 تو 15 سنتيمتر ووتر، تتحكم بيها بالبريشر زين اكوردنجلي على حسب هنا البريشر سبورت زين. من تنطيل البيشنت لازم تشوف اكو كلينيكال ريسبونس، كلينيكال ريسبونس يعني انت يو تايتريت يور سبورت تو ذا كلينيكال ريسبونس، مو للانفستيجيشن والاي بي جي. ما راح تخدمك، راح يخدمك الكلينيكال. شوف البيشنت ريسبيرتوري ريت ما تقل، التاكيكارديا ما تتقل، البيشنت صار كومفورتبل، الكونشسنس مالته طبعا احنا ما راح نسوي له الانكونشس، بس البيشنت يعني كلينيكلي امبروفد، ودا يقول لك انه هو النفس مالته تحسن، الايفورتس مالته قلت، الورك اوف بريدنج مالته قل، يوز اوف اكسسوري مالت ماسلز قلت، هاي كلها كلينيكلي تدل على انه البيشنت امبروفد. لا والله البيشنت نوت امبروفد، ممكن نزيد جرادوالي الى يعني هذا خلال هذا يعني بهذا الرينج زين، على مود الى ان تشوف عندك ريسبونس. طبعا اكو كونترا انديكيشنز، اكو بيشنتس ممكن ما نقدر نسويه، واحنا حاكيين بريفيسلي على السي باب نفس الكونترا انديكيشن مال النون انفيزيف فنتيلاتوري سبورت، بيشنت كان انكونشس، البيشنت عنده الماسك سيل ما يصير ما يرهم عنده، البيشنت عنده ريسنت سيرجري فيشيو ماكسيلري او غاستريك اسوفاجيال سيرجري، البيشنت هيمودايناميكلي ان ستيبل هايبوتنسيف، البيشنت كان نوت هاندل سكريشنز مالته هوايه، بيشنت فوميتنج ريبيتد، هاي كلها تعيق انه تحط له ماسك ويكون الماسك سيلد زين على الفيس. فخلي ببالك لاني كونترا انديكيشن، او البيشنت من البدايه انديكيتد فور اندوتراكيال انتوبيشن وميكانيكال فنتيليشن، هذا البيشنت كونترا انديكيتد للسي باب، ممكن السي باب يكون مرحله كبريدج كبري اوكسجينيشن على متوصل البيشنت ميكانيكال فنتيليشن. اذا خليته للبيشنت على ميكانيكال فنتيليشن، وتش انه هاي ال 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 يعني ال المانجمنت استراتيجي اللي احنا وي ار تراينج تو افويد قدر الامكان، لانه يعني مو افويد لكن نحاول انه ما نوصل لها، اذا وصلناها خلاص لازم نسويها بس نحاول ما نوصلها، لان البيشنت وانس انتوبيتد وراح للاي سي يو الويننج حيصير هنا ديفيكولت. اذا حطينا للبيشنت على ميكانيكال فنتيليشن راح تخلي الاف اي او 2 مات 100% او واحد يعني يسموها واحد يعني 100% راح تخلي الفريكوانسي باوع الفريكوانسي تخليها 8 الى 10 يعني الريسبيرتوري ريت تصير 8 الى 10 بتلاحظ. بالمقابل عندك الفلو اوكي ال 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 الفلو ريت راح يصير عندك 80 to 100 لتر يعني هاي فلو بير مينيت، الفلو راح يصير عندك هاي. طبعا التايدال فوليوم، تايدال فوليوم راح يصير عندك بتوين 6 تو 8 مل بير كي جي. خوش ذني السيتنج راح تسويها للبيشنت ابو سي او بي دي وين يو بوت هيم اون فنتيليتر اذا احتاجت للبيشنت ميكانيكال فنتيليشن. نجي على البرونكو شورت اكتنج، شورت اكتنج برونكو دايليترز ضروري ذني برونكو ذني من الفيرست لاين ميديكال ثيرابي برونكو دايليترز زين. شورت اكتنج برونكو دايليترز عندنا بيتا اجينست بيتا 2 اجينست شورت اكتنج بيتا 2 اجينست، وعندك ماسكارينيك زين او كولينرجيك كول انتي كولينرجيك انتي شنو كولينرجيك انتي كولين او انتي ماسكارينيك انتي كولينرجيك انتي ماسكارينيك زين بيتا اجينست او انتي كولينرجيك انتي ماسكارينيك انتي ماسكارينيك شورت اكتنج يسموها سابا شورت اكتنج سابا شورت اكتنج بيتا اجينست وساما شورت اكتنج ماسكارينيك انتاجينست تمام. السابا هو الالبيترول او سالبيتومول او الفينتولين تمام، هذا اللي احنا نفسه نستخدمه بالاسماء. والانتي ماسكارينيك ايجنت هو الابراتروبيوم برومايد او الاتروفنت ابراتروبيوم برومايد شورت اكتنج انتي ماسكارينيك او ماسكارينيك انتاجينست زين. هذا او هذا انتبه عليه راح تستخدم، شوف احنا بالاسما نستخدم البيتا اجينست وممكن نضيفها الانتي كولينرجيك نضيف لها كادجنكتيف
مانجمنت، بس بالسي او بي دي راح تستخدم هذا او هذا او كومبايند. يعني انت يا اما تستخدم هذا نوبلايزد او ام دي اي على حسب السيفيريتي مال بيشنت، نوبلايزر او ميتر دوز انهيلر، هذا نفس الشيء اوكي على حسب السيفيريتي، راح تستخدم هذا او هذا، او بالسيفير كيسز يفضل نستخدمهم كومبايند. ممكن تستخدمهم كومبايند بالمناسبه، بالسيفير كيسز ايضا يفضل تستخدمهم كومبايند لانه ممكن بيهم سينرجستيك افكتس، وبدا العدد يتناقص وبدت الناس تنعس وملت. ام سوري بس هو سي او بي دي قلنا راح يطور، راح احاول اختصر حتى نخلص المانجمنت مال السي او بي دي بيشنت، لان بدت الناس تنعس وتنام. ام سوري. بيتا اجانست هو الالبيترول، البيوترول او سالبيتومول، الدوزز مالته 2.5 الى 5 ملي جرام نوبلايزد، ممكن ينعاد. البيشنت كان تولريت 3 سكسيسيف 2 تو 3 سكسيسيف نوبلايزد بيتا اجانست. الانتي كولينرجيك او الابراتروبيوم بروميد، ابراتروبيوم بروميد، الدوز مالته 500 مايكروغرام او 0.5 ملي جرام، 500 مايكروغرام نوبلايزد، تمام؟ ممكن ينعاد كل نص ساعة 3 times، زين يعني 3 times total doses، وممكن بعدين كل 4 ساعات، أوكي؟ هذا الدوز اللي راح تستخدمه بال patient with COPD. هذا بالنسبة للشورت acting بيتا agonist، عفوا short acting bronchodilator، سواء بيتا agonist أو anticholinergic. نجي على الستيرويد. ستيرويد ممكن oral، ممكن اي في، زين اذا البيشنت يعني كان تولريت اورال نعطي اورال، البيشنت ذات كان نوت تولريت اي في اورال نعطي اي في، فالاورال والاي في نفس الاوتكم، زين ما راح تفرق. فاذا الاي في فقط للبيشنت اللي كان نوت تولريت اورال. الاورال ايجنت مثل بريدنيزون، زين، والاي في مثل بريد نيزولون، اوكي. هذني الستيرويدز اللي ممكن تستخدمهن وين بالبيشنت وذ سي او بي دي، اكسسربيشن، انتي انفلاماتوري ايجنت، كانتي انفلاماتوري ايجنت، اوكي. البريدنيزون الدوز مالته 40 ملغ اورال، المثل بريدنيزولون 1 تو 2 ملغ بير كي جي، واضح. ذني الستيرويدز، انتيبايوتكس، انتيبايوتكس بالانتيبايوتكس يعني خلي ببالك عندك البيشنت اللي 3 جروبس قسمهم، البيشنت ادميتد تو اي سي يو، البيشنت نون اي سي يو ادميشن، نون اي سي يو ادميشن يعني ادميشن للورد، والديسشارج بيشنت، ديسشارج بيشنت، ذول اثنيناتهم تنطيهم انتيبايوتكس، زين. انتيبايوتكس تنطيها خلي ببالك تو كفر ستريبتوكوكس نيموني، هيموفيلس انفلونزا، وموركسيلا كاتارالس، ذني ال تو بي كفرد باي ذا انتيبايوتكس. هذول اثنيناتهم تنطيهم انتيبايوتكس. ذول الديسشارج بيشنت مو كلهم، ذول الديسشارج بيشنت مو كلهم تنطيهم انتيبايوتكس. منو تنطي انتيبايوتك؟ البيشنت اللي عنده بيريولنت سبيوتم، البيشنت اللي عنده بيريولنت سبيوتم، واما او اما with increased dyspnea or with increased amount or volume of sputum, volume of sputum. اوكي البيشنت عنده بيريولنت سبيوتم، اما with increased dyspnea كاكسسربيشن، او عنده increased volume of sputum، ذول indicated for antibiotic يعني كاوت بيشنت، اوكي indicated for antibiotic. عداهم ذول البيشنت admitted to the ICU او البيشنت اللي نون اي سي يعني نون اي سي ادميشن تو ذا وورد، ذول اثنيناتهم indicated تعطيهم antibiotics. اوكي اي ثينك هاي الاشياء المهمه اللي تخص السي او بي دي. يبقى البيشنت منو اللي راح اقرر عليه انه هو ديسشارج، منو اللي راح اسوي له ادمشن. ادمشن بيشنت للاي سي هو البيشنت اللي سيفير، اللي ما قاعد يصير عنده، اللي انديكيتد فور انتوبيشن ميكانيكال فنتيليشن، البيشنت اللي ما قاعد يصير عنده كلينيكال امبروفمنت وهو سيفير وعنده كوموربيديتي، ذول انديكيتد فور اي سي يو ادمشن.
زين وما قاعد يعني سيفير اتاك وما قاعد يتحسن البيشنت. البيشنت اللي عنده كوموربيديتي، البيشنت اللي عنده نيد فور انترافينس مانجمنت، البيشنت اللي هومليس اذا طلع ما عنده يعني بليس تو، اذا البيشنت دول يحتاجون ادمشن للهوسبيتال. اذروايز البيشنت ال اكسسربيشن مالته والسيمتومز مالته امبروفد وما عنده كوموربيديتي واموره زينه كان بي ديسشارجد وتنطيه على حسب يحتاج انتي بايوتكس اور نوت، وممكن شورت كورت ستيرويدز ممكن تنطيه للبيشنت اون ديسشارج. اوكي هاي اهم النقاط اللي كنت حاب احكيها عن السي او بي دي بيشنت بالامرجنسي ديبارتمنت. اسف اذا طولت شويه او قصرت في جزء من الشرح. Thank you very much. تصبحون على ألف خير.